بينضم لنا النائب اللواء احمد سليمان خليل عن المصريين الاحرار. انا بحاول مع حضراتكم ان انا اخد اراء نواب الاحزاب المختلفه طبعا بالاضافه لائتلاف دعم مصر والنواب المستقلين سواء كانوا رافضين او رافضين او موافقين بشروط او موافقين بشكل عام. سياده النائب برحب بيك. اهلا بك يا استاذ شريف. تحياتنا. يعني حضرتك توافق على بيان الحكومه ام ترفض بيان الحكومه ام توافق بشروط؟ لا، هو احنا بنوافق على بيان الحكومه ان شاء الله ونمنحها الثقه. بلا شروط؟ لا، فيه لنا ملاحظ. الحزب اللي عمل ورقه عمل بتوضح موقف الحزب من بيان الحكومه. في بعض الملحوظات البسيطه، البرنامج فيه ايجابيات وفيه سلبيات. ما في شك ان اول مره الحكومه تقف امام البرلمان ما قبل ثوره 52 عشان تطلب ثقه نواب الشعب، وده نموذج كبير في تطبيق نظام الحكم المختلط اللي اقره دستور 2014. احنا لنا رؤيه في الحزب. اولا بالنسبه للمحور الاول اللي هو الخاص بالحفاظ على الامن القومي، خطة الحكومة ارتكزت على ثلاث ركائز متمثلة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأداء الأمني والتطوير المستمر للقوات المسلحة. ماشي يا فندم؟ معاك يا فندم. وبرغم أهمية هذه الركائز إنما هي ما تكلمتش عن الإنسان بقى، الإنسان المصري. اللي في هذه المؤسسات. المحور الثاني بالنسبة لتركيز البنية، ترسيخ البنية الديمقراطية لمصر الحديثة. في ايجابيات في هذا المحور بتتمثل في تطبيق نظام الحكم المختلط وفي احترام متبادل ما بين الحكومه ومجلس النواب. يعني برضو انا عايز علشان ما ندخلش كتير في تفاصيل ورقه العمل المحترمه اللي حضرتك بتقولها، طبعا الوقت عندي مش هيسمح، يا ريت كان يسمح، بس عايز اعرف هي مشكلتكم برضو زي مشكله البقيه. انا متذكرها من ورقه العمل. في الكيفيه؟ يعني المشكلة زي عند اللي وافقوا بتحفظات معينة في الكيفية، مش كده؟ يعني كيف ستحقق هذا البرنامج؟ سيادة النائب. ألو، معاك سيادة النائب. أيوة فندم. المشكلة عند حضراتكم في الكيفية ولا المشكلة إن في البرنامج ده نواقص؟ لا، هو أنا النهارده هرفض برنامج الحكومة ومش همنحها الثقة. هندخل في دوامة جديدة خالص يعني. هنرجع بقى للدستور والمجلس يشكل الحكومة وهكذا. احنا الحكومة ادتنا رؤية هتطبقها في خلال مدة زمنية ولتكن 27 شهر. احنا بقى حلينا ادواتنا في الرقابه على هذه الحكومه خلال ال 27 شهر. تمام، وصلت الصوره. الوزير اللي مش هيكون ملتزم في تنفيذ البرنامج بتاع وزارته اللي قدامنا هنقدم له استجوابات وناخد معاه الاجراء المظبوط من خلال المجلس. ما هنسحب منه الثقه من الوزير، مش من الحكومه ككل يعني. لان الحكومه البرنامج بتاعها اصلا بينظر لمستقبل مصر في 2030. تمام، وصلت الصوره. بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب اللواء احمد سليمان خليل مصريين الاحرار. ناخد